شوفوا لي على هل تشخيطه هاي. وهيك بسم الله وما شاء الله شايفين على هالسماكة. بعد 10 دقايق من الدهك شوفوا العجينة شلون بتصير معنا. العجينة ما هي قاسية. رح نحكي الحكاية. وحكايتنا بعنوان الزوجة نص العمر. نعم خير اتجابك لعنا ايش تريد؟ قال له والله انا جاي على صاحب البيت. قال له يا ابني بروك لأحكي لك الحكاية. بركه وحكاله. قال له يا ابني المرأة نص العمر. الرسول عليه الصلاة والسلام قالنا تنكح المرأة لأربع: مالها وجمالها وحسبها ونسبها ودينها، فاظفر في ذات الدين تربت يديك. السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم متابعين صفحة الشيف طه بوصفة جديدة وحكاية جديد. وعنوان الحكاية اليوم الزوجة نصف العمر، والوصفة اليوم رح تكون بيتزا. بيتزا بكل أسرارها، 4 أنواع بيتزا بفيديو واحد. ورح نبدأ أول شي بتحضير العجين حتى يطلع معنا طري وناجح. قربوا لعندي على المكونات. مكوناتنا بسيطة وسهلة. أنا هون حيطت كيلو طحين متعدد الاستعمالات ما يعادل 8 كاسات من كاسة العيار. بلزمنا هون عليه 2 معلقة نشا صغار أو 1 معلقة كبيرة معرمة. بلزمنا 1/2 كوب زيت، 1/2 كاسة من كاسة العيار زيت نباتي. بلزمنا 2 معلقة سكر معرمات. بلزمنا 1 معلقة ملح صغيرة ما يعادل 10 جرامات ملح. وبلزمنا 2 بيضتين. كل كيلو طحين بياخد معنا 2 بيضتين. و2 معلقة معرمات خميرة. هاي نوعية الخميرة كتير ممتازة متوفرة بالبيمات. خميرة جافة. فيكن تحطوا خميرة قوالب ولكن هديك أسرع للشغل، يعني لازم تنشغل مباشرة. أنا بفضل هاي الخميرة أضمن للبيوت. 2 ظرف ما يعادل 2 معلقة كبار. ومنجي هلا على العجن. العجن ما في مشكلة. هلا رح أشرح لكم أنا على الخميرة. أول شيء بنضيف 3 كاسات مي وأنا عم بعجن رح أشرح لكم على الخميرة. الخميرة مجرد ما كانت أخذت درجة حرارة بتتفاعل. يعني هلا في كتير ناس مثلا طريقة العجن بتحطوا مثلا المواد الطرية مثلا مي وزيت بنحطهم مع الخميرة بمي دافية مشان تتفاعل. أنا بالنسبة لي ما بعمل هالطريقة. أي نوع من أنواع الخميرة بس أخذ درجة حرارة دفاوة بيتفاعل. فأنا بفضل ينعجن العجين على برودة حتى ينعم وناخذ القوام اللي بدنا إياه. بعدها وقتنا نشتغل مثلا بعد 1/2 ساعة بعد ساعة بنحطه بمكان دافي، يعني درجة حرارة الغرفة لمدة ساعة ساعة وشوي لحاله بتفاعل ولحاله بيختمر. حبينا نعجل هالأمر هاد بنعطيه شوية دفاوة. يعني هلا الدنيا شتي مثلا الصوبة شغالة كذا بأوضة البركة ما في عنا أي مشكلة، بتفاعل عجين وبطلع ممتاز. أنا هون حطيت لكيلو طحين تقريبا 3 كاسات مي. مثل ما حكينا ممكن ياخد أكتر شوي أقل شوي حسب نوعية الطحين. وهلا بعد ما نجمت العجينة عندي على بعضها بنشيل الطشط وبنبلش عرك بهالشكل هاد. العجين بده ينعرك شي 10 دقايق حتى يصير معي جاهز. لازم ينعرك. وبعد 10 دقايق من الدهك شوفوا العجينة شلون بتصير معنا. العجينة ما هي قاسية، لازم تكون طرية، يعني لازم انتوا عم تعجنوها تدبق بايديكم. ولكن بعد ما تخلصوا دعك منها بتبلوا ايديكم بس بلة زيت شي تعبوا ايديكم وبتعملوا لها بهالشكل هاد بتبطل تلزيق. لازم تحسوها نعمت، صارت مثل المطاط. يعني هي رخوة بس صارت مثل المطاط، طلعوا ما بقت تلزق. هيك بتكون العجينة جاهزة معنا لنبدأ فيها تقطيع. وعجينة البيتزا بعد ما نخلص شغل منها وعجن منريحها 2 3 دقايق مو أكتر. وبعدها منبلش من قطعة. إيش الشي اللي نحن نساويه منساويه فيها مباشرة. يعني هلا أنا مثلا بدي أساوي قراص صغار وبدي أساوي صينية، تمام؟ أو بدي أساوي صينيتين أو بدي أساوي كل قراص. رأسا باخد الشكل اللي بدي إياه وبحطه بعدها يرتاح، ما بصير نعيفه يرتاح وتختمر العجينة ونرجع نخليها تهبط وندعكها وبعدها نشتغل فيها. الزيت ماله شغل معنا طوال بالمد، يعني معظم البيوت بغلطوا غلط بمدوا بالزيت،
الشغل كله بالطحين، الزيت عبارة بآخر العجن بس للتنعيم. هلا أنا رح آخذ مقدار 100 جرام من القطعة قرص بيتزا بهالشكل هذا، وهلا بعد ما قطعناهم لازم نكورهم عبارة عن تدوير بهالشكل هاد حتى يتفضى العجين معنا من الهواء، ومنصفهم هيك على طحين ومنعيد بيناتهم فراغات. هلا ما مندهن زيت، منعطيهم رشة طحين عوج كل وحدة. وهلا تركنا العجينة تريح شوي، وبهالأثناء لازم نجهز الصوص والزينة. بلزمنا هون للزينة بلزمنا شوية بليلة، شوية فليفلة حمراء وخضراء، لازم تكون مقطعة شرايح رقيقة. بلزمنا سجق، هاد سجق جاهز بتقطعوه بكر، شوية بندورة مجرحة. بلزمنا فطر، الفطر إذا بدك تحطوه ني لازم يكون شرايح رقيقة أو يكون علب معلب، بيجي معلب جاهز. أنا هون جهزت اللحمة قليتها، بحب أنا بالبيتزا تكون اللحمة مقلية. ولوصفة بيتزا نوع تاني، أنا هون حيطت بصلة وربع كيلو فطر و100 جرام لحمة. بتفرموا البصلة ناعمة وبتقلوا البصلة والفطر شوي، بعدها بتضيفوا اللحمة وبتقلوهم حتى يستووا. هاي بتطلع نوع من أنواع البيتزا كتير طيبة. وعنا شوية عطون، شوية زعتر أخضر. بلزمنا تقريبا لكل كيلو طحين مقابيله شي 700 أو 800 جرام جبنة، الجبنة حسب الرغبة، فيكن تكتروا فيكن تقللوا. وأنا هون جهزت كمان 400 جرام لحمة، لحمة فروج، فيكن تحطوا صدر وفيكن تحطوا لحمة من دورة. تبلتها تبلت مكسيكانو بتطلع كتير طيبة بالبيتزا. هون أنا حيطيت لل 400 جرام معلقة دبس فليفلة صغيرة، ونص معلقة بابريكا، نص معلقة ملح، نص معلقة بهار، ونص معلقة ماجي، ومعلقة كاري. هاي التوابل بتعطي طعم كتير طيبة في قلب البيتزا مع شوية جبنة أشقوان وفطر على الوش. وهلا بنشوف طريقة التحضير. أنا هون حطيت أربع بندورات حبات وسط، نص قرن فليفلة أحمر، نص قرن فليفلة أخضر، ونص بصلة، وسنين توم أو إذا عندكم توم مطحون نص معلقة، ولازم نطحنهم على البلندر. فيكم تفرموهم فرم ناعم وتطبخوهم على النار، وأنا هدول رح أطبخهم على النار بعد ما أخلص فرمهم. بعد ما طحناها بلزمنا للتتبيلة نص معلقة كبيرة سكر، بلزمنا نص معلقة بهار معلقة صغيرة، ونص معلقة ملح، وبلزمنا رشة قرفة. وهلا بعد ما ارتاح العجين معنا لازم نبلش الشغل فيه. هلا بشكل عام بالمحلات ما حدا بيستعمل الزيت على المد طويل، شوية طحين بأرضية الصاج وشوية طحين للمد. أنا ريحت العجين تقريبا شغلة ساعة، شوفوا طراوته معي. هلا منبلش منمد بالطحين. بعد ما مديت أنا الأقراص بهالشكل هاد وبعشتهم بالشوك هيك كلياتهم، هلا رح نبلش تزيين. ونحن عم نزين رح نحكي الحكاية، وحكايتنا بعنوان الزوجة نص العمر. وكان يا مكان في قديم الزمان، كان يا مكان في قديم الزمان، كان في شاب أعزب، وقرر هالشاب إنه يتزوج، وبلش يقول لأمه خطبيلي. كان هالشاب كل همه الجمال، يا ماما بدي اياها بيضة زرقاء، لا مو بيضة زرقاء، بيضة شقراء عيونها زرق. امه مرة مقدرة وحكيمة، وما بدي ابنها يغلط غلطة الشاطر، لانه بتعرفوا المرة الزواج مو بس جمال وبس. فلهذا قالت له امه ماشي يا ابني، ولكن انا رح اعطيك هلا حباي. هالحباي هي عبارة عن حبة قمح بس خشنة شوي كبيرة. روح ورح أدلك على بيت جماعة، تروح تسأل لي ياهن إشي هالحباي، يعني ليش هالحباي غريبة وحجمها كبير. والله الولد ما كذب خبر، حمل حوله وأخذ هالحباي وراح محل ما دلته أمه. قالت له طلع على راس الجبل بالضيعة الفلانية واسأل لي صاحب هالبيت عن هالحبة. والله ما كذب خبر، أخذ الحبة وراح وصل على هالبيت. دق 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 الباب، وإذ تفتح له مرة جمال لا يوصف، فيها كل المواصفات الحلوة اللي عم دور عليها. نعم خير، اجابك لعنا إيش تريد؟ قال له والله أنا جاي على صاحب البيت بدي أسألك سؤال، وجاي كمان تسأل، وإيش بدك تسأل وإيش بدك من جوزي
وما بنخلص منكم وبتموا بتجوا وبتروحوا. هذا تستغرب ايش هالمراحل. تنيوا من زيق لما نشق الباب واذ بلاقي بيت قايم قاعد ولاد شعر منكوش لبس وسخ البيت مكركب. طلع هيك قال الله يعين الزلمين. المهم وين جوزك؟ ايمت بيجي جوزك؟ قلت له جوزي راح يقطع لنا حطبات هلا بجي. بروك استناه برا عزيق الباب لوقت ما يجي. والله ما كذب خبر، برك الشاب واستنى الزوج لوقت ما يجي. واذا من بعيد جاي رجال ختيار ظهره محني، طقنه طويلة شعره طويل تعبان باين عليه التعب من كل جوانبه في الحياة. طلع هيك شو هاد؟ قرب لعنده. السلام عليكم، انا بعتتني امي من فلان ضيعة لحتى اسألك عن هالحبة. شافها هيك تفحصها قال له والله يا ابني انا هالحبة ما عرفت اشي هي، رح ابعتك عند اخوي الاكبر مني. طلع هيك الشاب اندهش قال له ليش البركة؟ ايش قد عمرك حتى عندك اخ اكبر منك؟ قال له وين يا ابني انا لساتي شاب عمري كلي 40 45 يعني بعز شبابي. قال له وين؟ بين عليك كبير يا عمي. قال له لا انا صغير، هو عند اخوي الاكبر مني هو بيعرف، ودلوا على منطقة تانية ضيعة تانية وجبل تاني. والله حمل حماله هالشاب وراح لعند اخوه. وصل على البيت دق دق دق، فتح الباب. خير تفضل وش ناشف؟ بس لقى الولاد مركنين شوي مرتبين شوي، البيت ارتب شوي. خير ايش في؟ تفضل والله انا دلوني لعند زوجك بدي اياه استشيره بشغله. قلت له زوجي هلا بجي. استنى اسامي لك شاي؟ قال لا مشيت راسا، يعني ما تنت الكلمه ولا اكرمت الضيف، عباره عن انه فض عتب يعني. المهم اجى الرجال والله جاي من بعيد ظهره مو محني وبين عليه يعني اشبشب من اخوه هذاك. قرب لعنده. السلام عليكم يا عم، انا بعتني اخوك من الضيعه الفلانيه مشان بدي اسالك عن هالحباي. شاف هيك شاف الحباي تفحص طلع فيها هيك ما عارف هالحباي حبت ايش. قال له والله يا ابني انا ما بعرف، بدك تروح عند اخوي الاكبر مني. قال له ليش؟ ايش قد عمرك اخوك هداك؟ قال لي بدك تروح عند اخوي الاكبر مني. قال له انا عمري 50 سنة. قال له والله باين اخوك هداك اكبر منك. قال له حكايتنا حكاية بتعرفها وبالضيعة الجاي، روح عند اخوي الاكبر مني وهو بحكي لك عنه. والله دلوا على غير ضيعة على غير جبل، حمل حماله هالشاب وروح. وصل لهنيك عند اخوه دق الباب. تفضل ميت السلامة، اهلا وفيك، اهلا وسهلا فيك، تفضل اخوي ايش لازمك؟ قال له والله انا دلوني عند جوزك عندي هالحباي بدي اساله ايش هي. ميت السلامة شرفتنا الضيف ضيف الله، تفضل ما بصير، حطت هالاكل حطت هالغدا، دخل لجوات هالبيت. كان اجا جوزه دخل لجوات البيت لقى الاولاد نظيفين محممين معطرين ملبسين، لقى بيت مرتب نظافة كل شي فيه حلو كل شي فيه جميل. واذ دخل فكر الشخص اللي داخل يعني ابنه لصاحب البيت، ما توقعه ابدا يكون صاحب البيت لانه اخواته عم يقولوا روح عند اخونا الاكبر. واذ دخل تفضل انا صاحب البيت. قال له انا اخوك. قال لي روح عند اخوي الاكبر. قال له ايه انا اكبر اخوتي. شو قد عمرك يا حجي؟ قال له والله انا عمري 65 سنة. قال له ما شاء الله يا اخوك اللي عمره 40 سنة بين عليه عمره 100 سنة، شو الفرق؟ قال له انت جاي تسأل على الحباي. هلا انا يا بقول لك الحباي اشي يا بقول لك نحن ايش وضعنا او ايش ترتيبتنا. قال له عيفني من الحباي، اساسا امي بعتتني لحتى اتعلم شغله وانا ماني عارفان ايش هي. قال له يا ابني بروك لاحكي لك الحكايه. بركه وحكى له. قال له يا ابني المرأة نص العمر، فانت شاب عم تخطب وعم تدور على جمال، والرسول عليه الصلاة والسلام قالنا تنكح المرأة لأربع: مالها وجمالها وحسبها ونسبها ودينها، فاظفر في ذات الدين تربت يداك. قال له أخوي الأولاني لما القام يتجوز كان كل طلبه جمال، والمرأة أو أي إنسان في الدنيا الكمال لله، يعني الأرزاق موزعة، فالمرأة الجميلة ممكن ببعض الأحيان تجي مرأة صالحة، ولكن ممكن ببعض الأحيان تانية تجي هم،
فالإنسان لازم لما يقوم يتجوز يدور على مرأة ذات دين ذات عقل من عائلة أصيلة. فقال له أنا كان نصيبي في الدنيا حظي في الجمال قليل، ولكن في الأخلاق وفي التربية وفي التعامل وفي في العشرة اليومية جدا رائع. فكانت نتيجتي اني كسبت بيت كامل مكمل، ولاد حلوين منظفين رتابة، بدخل على البيت وبطلع من البيت بكسب الراحة. حتى لما بتكون الزوجة صالحة اذا دخلت على البيت وفي بقلبك شوية تعب وشوية هم بتنفض لك ياهم وبتمسح لك ياهم بقولة بسم الله الرحمن الرحيم. الله، نحطها بالفرن ونرجع. حطيتها بالفرن على درجة حرارة 250 بعد ما حميت الفرن. البيتزا بتنخبز على أعلى شيء. أما بالنسبة أخوي كان يبحث عن الجمال، فأخذ حظه بالجمال ولكن ما توفق بباقي الأمور، فكان روح نص عمره بالتعب. فباللي بشوفني هلأ أنا بهالوضع بيقول ما شاء الله، يعني شقد عمره هاد، عايش حياة هنية، ولكن الهم والتعب لما اللي بكون داخل بيتك بستنزفك وبهلكك. فلذلك كانت الحكمة من هالقصة ومن هالرواية انه الزوجة نص العمر. اذا الله وفقه بزوجة هنية ورضية وبنت عالم وناس بتسمع كلمة قايمة بحقوق بيته، يتغاضى عن بعض الاخطاء ويتغاضى عن الجمال. الجمال مو مقياس رئيسي للزواج، والله يبعث لكل مؤمن ولكل مؤمنة ان شاء الله حياة زوجية سعيدة. وهيك بنكون حكايتنا لليوم خلصت، وبتمنى تكون وصلت الفكرة ووصلت الحكمة. ورجع الشاب عند أمه قال لها يا أمي خدي حبايتك وخطبي لي وحدة بنت عالم وناس تكون خلوقة. وما مهم نسبة الجمال، المهم تكون بنت خلوقة وبنت عالم وناس. وهيك بتكون حكايتنا لليوم خلصت، ونكمل تزيين البيتزا. وهلا منجي هدول القطعتين انا مديتهم بالطول لحتى نساويهم الفطيرة باللحمة والفطر. ونحط الجبنة بهالشكل هاد، ومنفتح عليها اللحمة بهالشكل هاد. اللحمة والفطر مع البصل هالتتبيلة هاي جدا خرافية، يعني طعمتها عن جد كتير لذيذة، وبنصحكم تجربوها. هلا انتو فيكن تجربوا كل نوع لحاله، بس انا عم بعملكن عدة وصفات بقلب وصفة وحدة حتى ما يتملوا من المشاهدة. هلا منسكرها هيك، نعطيها ردة بسيطة. العجينة طرية طراوة مي طبيعية، وهذا الشي بخلينا نأمن ونرتاح. معطيه هيك تسكيره من هون تسكيره من هون، بسم الله. وهلا هيك بنسحب البيتزا، شوفوا شلون طلعت معنا. وبنحط البعده مباشره. وهلا نجي على اخر بيتزا، البيتزا الكبيره حساويه انا صينيه، ونضيف باقي الصلصه عنا وبندهنها. وهلا بنرش الجبنه، هلا منفرفد لها شوية لحمات مقليات مثل ما خبرتكم. بعدها منصفصف شرايح البندورة ومنوزعهم بشكل متساوي، فليفلة حمراء وشوفتين فليفلة خضراء للتزيين، يعني هيك. ومنوزع الفطر مثل ما قلت لكم، اذا كان فطر فريش لازم يكون مقطع رقايق. ومنرش لها رشة بليلة مشان الالوان توحد معنا على السوا. وبعدها رشة زعتر اخضر على الوجه، بتعطيها طعمة جدا طيبة. وبالاخير شوية عطونات منوزعهم وعلى الفرن. وهيك وصفتنا لليوم بتكون انتهت. شوفوا لي على هالتشخيطة هاي، هاي لازم كتير تجربوها، يعني هي كتير ضروري تجربوها وتكتبوا لي عليها هاي وصف خاص. سخنة نار،
وهاي شوفوا على هاللون، بسم الله. شوفوا العجينة، شايفين طراوتها؟ شايفين؟ شي فاخر. حتى بالنص هيك جبنتها تقسموها هيك، شي بيتزا كبابة بتابلت المكسيكانو. وهي بالسجق، هاي لعشاق السجق الوضع فيها تمام. وهيك بتكون وصفتنا لليوم انتهت. لا تنسوا تدعموا القناة، تشتركوا فيها، تفعلوا لنا زر الجرس، وتكتبوا لنا بالتعليقات عم بنجحوا معكم الوصفات ولا لا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.